زينب المهدي نهيلة اجيو تشوفوا مساعد الجام لكم تلفزيون جديد غادي نبرمج لكم فيه على نايل سات شادة تي في باش في العشيه في الفطور وتفرجوا مجموعين في البوي ونشبعوا ضحك يلا نايل سات حتى نتوما يمكن لكم تبرمجوا شادة تي في على نايل سات في التلفازه عندكم راه سهله باش تقدروا تتبعوا البوي وانتوما يا مجموعين مع وليداتكم وكتفرجوا فينا وقت الفطور. بالنسبه للاخوان اللي كيتبعونا غير على الديجيتال راه شادة تي في كاينه في الديجيتال وكاينه في التلفزيون على نايل سات عاديه بحال القنوات الاخرين وراه فيها برامج زوينه غادي تتبعوها مع وليداتكم وفيها ديزانيماتور مجهدين واللي ما كيعرفش ها نتوما تبعوني وراه ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول سهله. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل منو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل سات دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم دين ودنيا على شادة اف ام وشادة تي في مع فضيله الاستاذ داعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين. الحمد لله بنتي على كل حال. تحيه ليك وتحيه لكم كاملين فيما كنتم. مرحبا بكم في حلقه جديده غادي تستمر معكم الى غايه الثالثه والنصف ان شاء الله وبحول الله. دائما كنستقبلوا اتصالاتكم مباشره على 0522 36 83 03 او لا عبر رقم الواتساب المبين على الشاشه. وكالعادة كنبداو بآية آية وعبرة نستخلص منها عبرة آية اليوم هي الآية 133 من سورة آل عمران واللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم آية جميلة وفيها عبر جميلة. نصف الآية كتكلم على الإنفاق واللي سبق وتكلمنا عليه والنصف الثاني يتكلم عن الكظم الغيب وهو اللي غادي نتكلموا عليه في حلقات اليوم ونفصلوا فيه مع فضيله الاستاذ داعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش. اذا مرحبا بكم ومرحبا بالاسئله ديالكم وعلى بركه الله نبداو حلقه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وازواجه الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالنا جميعا مع رمضان؟ أين وصلنا؟ نحن جاوزنا نصف رمضان بقي النصف الأصغر بل النصف الأكبر إن صح التعبير لأنه النصف الذي فيه ليلة القدر أو ليالي القدر. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر ليلة القدر وأن نغتنم هذه الأيام التي بقيت هذه الأيام اللي بقت لعلنا إن كنا لم نعتق في سابق الليالي أن نعتق في ما بقي من الليالي. اللهم تقبل منا الصيام تقبل منا القيام تقبل منا تلاوة القرآن الكريم ووفقنا للعمل في هذه الأيام لما يرضيك يا رب العالمين حتى ننال منك سؤلنا وأملنا وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. آمين آمين آمين. نعم آيات اليوم يعني آيات جميلة جدا. القرآن كله جميل كما نقول دائما. وقبل أن ندخل إلى التعرف على هذه الآيات والعبر التي تضمنتها نسردها ونقرأها مرتلة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
آيات جميلة كما قلت. القرآن كله جميل لأنه كلام رب العالمين ولأنه كلام ديال الله، فالأنفس الرهيفة الأنفس المؤمنة تتعرف عليه بسهولة لأنه هو اللي خلقها، هو اللي خلق هذه الأنفس هذه كاملة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فلما تسمع الكلام ديال مولاها تحس بأنه هو الذي خلقها فتخشع إليه وترهب، ولذلك أحيانا تجهش بالبكاء. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، دعوة من الله لنا جميعا إلى المسابقة، إلى المسارعة، والمسارعة يعني الاستباق، نتسابقوا في بيناتنا في هذا الخير اللي هو قدامنا اللي هو هذا الدين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني نتسابقوا لننال المغفرة من الله، ونسابق كذلك بالإضافة نالوا المغفرة، نسابقوا بسرعة إخواني باش نالوا المغفرة باش كذلك نالوا ونفوزوا بالجنة. هذه الجنة عرضها السماوات السبع والأرض. يا الله على الشساعة ديالها. لما نتخيلوا غير سد عينيك وتخيل جنة العرض ديالها السماوات على الشساعة ديالها الآن اللي كنعرفوها الآن، والله أعلم يمكن الشساعة ديالها ديال يوم القيامة، والأرض كذلك أعدها لمن؟ أعدت للمتقين. وجد الله سبحانه وتعالى لهذه العباد ديالو اللي سارعوا واجتهدوا وتسابقوا في الخير وفي عبادة الله ووصلوا إلى رضوان الله إلى المغفرة وإلى الجنة، فهما متقين. من الصفات ديالهم كذلك هذه العباد اللي سارعوا إلى المغفرة أنهم ينفقون في السراء والضراء. سبقنا نتكلم على الإنفاق ورغبنا وتحدثنا بما فيه الكفاية، لكن هنا شيء جديد في الآية وهو الذين ينفقون في السراء والضراء. كلمة سراء ضراء يعني كلمتان متقابلتان عكسيتان. السراء يعني ينفق في حالة شدة، في حالة ما عنده والو، السراء ما عنده والو، عفوا في السراء يعني في عفوا في حالة اللي عنده رزق يعني نعم عليه الله سبحانه وتعالى. وكذلك كلمة السراء تعني كذلك أيضا تعني يسر بها يظهرها، وهذا ليس حراما أن الإنسان يظهر الصدقة دياله أو الإنفاق دياله. وكذلك في الضراء، السراء والضراء، في الضراء يعني في حالة الإنسان ما عندوش لا شيء، من ذاك ما عندوش كيحاول يخرج منه شيء يعطيه للناس، أو في الضراء يعني يكتمها. ولذلك ورد في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله هدي ما أنفقت يمينه. فما أجمل أن ينفق الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. تكلمنا على الإنفاق ونحن نرغب كذلك في الإنفاق، لأن أجمل شيء يجده الإنسان يوم القيامة هو ما قدم. يوم تجد كل نفس ما قدمت من خير محضرة. الإنفاق هو ما يجده الإنسان عند لحظة خروج الروح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا أعمل صالحا، يعني يتصدق. فالإنفاق شيء جميل. ثم الصفة الثانية لهؤلاء المتقين وهي كظم الغيظ. ما معنى الكظم؟ كظم الغيظ أي حبسه ومنعه وحجبه، لأن الغيظ انفعال داخلي. أش كيديروا المتقين؟ ما تيخليوش هذا الغيظ هذا يخرج الى الواقع، بمعنى لا بغينا نطبقوه الان على الواقع ديالنا، ما تيخليوش يتحول الى رد فعل يتشابك فيه مع من استفزه بالايدي والخصام والعراك، ربما يسقطان الى الارض، ربما اللكم، ربما الضرب، ربما الجرح، ربما الى غير ذلك. فالكاظمين الغيظ هم الذين يكتمون غيظ الاستفزاز الذي يصدر اليهم من الاخرين ويبقونه في الداخل وكأنه لم يقع شيء، بمعنى أنه لا يدفعهم هذا إلى الغضب. لما تكتموه ما تيوليش عندهم حالة غضب، بل يطفئون هذا الاستفزاز بالكتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الكاظمين الغيظ ورد فيهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين أي ينشأ. اللي كتم الغيظ دياله
ربي قادر على انه ينفذه. معنى ينفذه قادر على ان يواجه الذي استفزه، يواجهه يتخاصموا ويتعاركوا لك ماني لكمتو الى اخره. لكن كتم الغيظ ديالو، قال لك يوم القيامه ربي كيخيروا على رؤوس الاشهاد الخلائق تيخيروا في الحور العين ما شاء منها. داكشي اللي بقول سبحان الله العظيم. ثم الصفه باختصار، ثم الصفه الثانيه اخواني الكرام، لان كظم الغيظ كتجي فوق منه واحد صفه اخرى اكبر منه، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالعفو عن الناس اسمى من كظم الغيظ. فكظم غيظه امتى كيكون فعلا متقي حقيقي؟ لما هذا الغيظ هذا اللي كتمته اعقبه اتبعه بماذا؟ اتبعه بالعفو. عفوت الله يسامح ماشي مشكل. دخل الان ونحن قادمون متجهون الى شدة للبرنامج، الطرقات يعني ملتهبة، الطرقات تضج بالصراخ بالردود الافعال، هذا يسب هذا تبغي يدوز لك منن هذا من هنا والسبان، غير سدو ودنك وكذم غيظك واعفو وزيد في حالتك، لانك اذا دخلت هذه المعركه لن تخرج منها سالما، ستدخلها وستخدش وتقمش وربما ستلسع وربما الى اخره ستجرح. فلذلك العفو ما اجمل العفو، العفو هو السفح هو السماح، هو ان تعفو بقلبك عن كل الاقوال والافعال التي صدرت ضدك. نعم. وده هو العفو عن الناس، والله يحب المحسنين. اذا هؤلاء المتقين يحبهم الله لانهم ينفقون في السراء والضراء، لأنهم يكظمون الغيظ، ولأنهم يعفون عن الناس عن كل ما صدر منهم، والله يحب المحسنين. وما أجمل أن يرفع الله هؤلاء المتقين إلى درجة الإحسان بسبب الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس. جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. أمين. وغادي نمشيو الحين باش غادي نستقبلوا الأسئلة ديالكم طبعا عبر الهاتف على 05 22 36 83 03 أو لا على رقم الواتساب المبين على الشاشة. كل الناس اللي كيسمعوا لنا من خلال الراديو وبغاو يتابعوا برامج شادة تي في فما عليهم إلا أنهم يدخلوها. كيفاش غادي يدخلوها؟ فغادي يدخلوا البلاصة ديال المنيو، غادي يديروا ريغيرش أوتوماتيك وغادي يطلع لهم ضمن لائحة ديال القنوات اللي كتطلع، وإلا فيمكن لكم أنكم تدخلوها بشكل يدوي من خلال فريكونس ديالها اللي هو 11315 على النايل سيت ومعدل الترميز 27500. مرحبا بكم، مرحبا بالاتصالات ديالكم والاسئله ديالكم. اول متصل معنا هو عبد الشافي من تونات. السلام عليكم عبد الشافي. السلام عليكم. مرحبا تفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك اخي الكريم. العواشر مبروكة. بارك الله فيك. شكرا. تقبل الله منا ومنكم. مرحبا. مرحبا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندي حاجة تخصني الله يرحم الوالدين. سير عبد الرحمن. الله يكرمك. عندي رمضان اللي فات عندي المرأة حاملة. وما كان شيء كتقوم فيهاش مية دوخة ولا شيء مع الحمار ولا شيء، ما كانش شيء كتقوم. إييه. قامت شي شهر كامل. ودابا من بعد الولادة يلا من دابا كنعوجها ديال العاده الشهريه ديال الخوره الرابعين وبقات فيها الدم. اللي بقات فيها واحد المده طويله. حتى ما يشدوها كانتين البلديه المعنى داكشي. رغم ذلك انا نمشي عليها دابا واحد رمضان هذا عود لغوت رمضان ايام رمضان جات قبل رمضان. اللي جات قبل رمضان واحد يومين يلا دوزت فيها 8 ايام ودابا عود جات. نعم. الحاله هذه يعني طيب دابا انت كتسال على الصيام ولا كتسال على العاده الشهريه؟ علاش كتسول دابا على الصيام اللي فات العام اللي فات؟ شنو غادي دير فيه؟ شنو غادي دير فيه؟ شنو غدير فيه؟ اي هذا اول سؤال. اي والسؤال الثاني هو على العاده الشهريه، دابا كتجيها جوج مرات. كتجيها يلا دابا يلا كتجيها ملي كتقطع عليها يومين 8 ايام كتبوس فيها 8 ايام عاود ملي تبوس 8 ايام هكا ما فيهاش عاود هذا الشيء. هذا الشيء العام كامل كيطرى لها ولا عاد دابا؟ لا دابا مور هاد الولادة هادي، ماشي مور هاد الولادة هادي. يعني عام تقريبا دابا؟ هادي دابا تقريبا عام. وما شافتش طبيب؟ لا ما مشي للطبيب وديك الشيء قالت لها الطبيبة الطبيب العام ما مشيناش للطبيب الخاص. ايه شنو قال لها؟ قالت لها تستعمل غير هاد الدواء هذا الفن ديال المعنى الحر ويمكن لها تقاد لك ما تقادش يعني. واخا واخا يجيبك استاذ. سؤال اخر الله نعم. دابا حنا كنتزوج عبد الرحمن على حسب صلاة التراويح بعد صلاة التراويح كانوا صلاة التراويح
بعد صلاة التراويح. كنسمعوك اخي الكريم كنسمعوك. من بعد صلاة التراويح كدوزو حتى القهوة يعني كيلعي الوقت ديالك القهوة على ما يوصل واحد الساعة ولا ساعتين. كنعاودو حالتنا مثلا الدار كندوزوها يعني كيلعب الشرطة. بغيت تشوفوا الجائزة الأمر أنه من بعد صلاة التراويح الإنسان يمشي للقهوة أو لا لا. نجيبك شكرا لك. كان في القهوة ماشي ما نمشوش ولكن كندوزها كنلقى كيلعب ديك الكارطة كيقصر بينات واحد الضربات. كارطة كتلعبوا الكارطة بيناتكم واخا نجيبك شكرا لك يا عبد الشافي. مرحبا تفضل أستاذ عن رمضان اللي فات اللي كيتسال مرتو. هي ملزمة بأن تقضي هذه الأيام يعني الشهر ديالها تقضي. ان شاء الله النهار يمن عليها ان شاء الله سيدي ربي بالصحه وتقاد الامور ديالها ديال الدوره الشهريه فهي ملزمه برد ما عليها يعني تقضي داكشي اللي عليها ان شاء الله تعالى. نعم. هذا بالنسبه للسؤال الاول. هي ملزمه الحامل في الاسلام والمرضعه في الاسلام يعني اذا افطرت بسبب الحمل او الرضاع او على كل حال فهي تقضي ما عليها وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ودليله من القران الكريم ومن السنه. بالنسبه للحيض هذا يعني خلل والخلل يستدرك ويعالج بالطب فهي ملزمة إذا لم ينفع هذا الطبيب أن تستشير طبيبا آخر خصوصا مختص في هذا طبيبة يعني امرأة مختصة في هذا. لكن من الناحية الفقهية أنه لا يمكن للمرأة أن تكون يعني أن تحيض مرات في الشهر تحيض مرة وجوج لا يمكن حيضة واحدة يعني دورة شهرية واحدة يعني البويضة واحدة هذا دول لكن ما كاينش عشرة. فلذلك هذه المرأة إذا ظهرت عليها العادة الشهرية مدة من الأوقات ثم طهرت واستمرت في الطهر 8 أيام وكثر إلى آخره تجاوز 15 يوم هذا ليس حيضا هذه استحاضة هذا خلل في الدورة فيلزمها أنها إلى دوزات مدة ديال الحيض ديالها الأيام ديال الحيض 7 أيام 8 ثم طهرت واغتسلت ثم مرت يعني أيام 8 مثلا ملزمة أن بعدها 8 أيام أنها إذا جاءتها الدورة أو الدم حتى تصفى تغتسل ثم تصلي وتصوم وتقرأ القرآن الكريم لأن هذا ليس حيض هذه استحاضة. هناك خلل في إحدى العروق في الرحم فيحدث هذا فملزمة أنها تمشي للطبيبة وتقدم لها إن شاء الله العلاج. طيب تحدث عن بعد صلاة التراويح بعض الناس كيمشيوا للقهوة منهم عبد الشافي كيلعبوا لعبة الورق أو الكارتة واش عليه شيء؟ الإنسان أن يروح الإنسان عن نفسه ليس حرما في الإسلام ديننا الحنيف يعني يعني ينظر إلى النفس على أنها أحيانا تكون في جمعة في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحيانا تحتاج إلى ترويح. نعم المقهى ليس حراما لأن المقهى يقدم الشاي يقدم الحليب يقدم يقدم اللويزات يقدم كادات يقدم على كل حال هذا المكان ليس حراما أن يجلس فيه الإنسان ولكن أنا الذي أنصح به أخي وإخواني هؤلاء جميعا ماشي كنقول لكم راه حرام المقهى لا إنما نحن في شهر فضيل نغتنم فيه الوقت هذاك الوقت اللي غادي نجلس تما رغم أنني سأجلس هناك بعد إن شاء الله غادي نحتاج لقراءة القرآن الكريم ربما نمشي للدار ندير شي حاجه اللي غادي تنفعني اما ذكر اما شيء من هذا القبيل اما اقرا كتابا اما نجمع وليداتي ونتكلم نجبدوا واحد الكتاب ديال السيره ونتكلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغل وقتي في رمضان. رمضان فرصه لا تعوض. فليس الجلوس في المقهى حرام ولكن ان يهدر الانسان وقته بهذا الشكل ربما سيحتاج في لحظة من اللحظات ويندم على ذلك ويقول يا ليتني لم أفرط فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب جميعا الشباب ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما نصح هذا الشاب اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. اختاروا لأنفسكم الحياة فرصة وقت فيجب استغلال هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل. جلوسك في المقهى يعني الإسلام لا يحرمه لكن أنت في حاجة إلى هذا الوقت لتستغله. لكن نمشي نجلس مثلا خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة أتحس فيها فنجان شاي مع أصدقائي لأروح لا حرج في ذلك لكن أن يكون لساعات طويلة أنت في حاجة لتقف أمام الله هذه الساعات لتقرأ كتابه هذه الساعات لتذكره هذه الساعات لتتدارك أو تتدارس مع أبنائك موضوع عن المواضيع يستفدوا وتعلمهم ويمشوا على هذا النمط هذا وفقنا الله وإياكم إخواني الكرام لاغتنام الأوقات. نعم
ناخذ اتصال حفيظ من شيشاوة. السلام عليكم حفيظ. السلام عليكم اختي امينه لاباس؟ مرحبا الله يبارك فيك. بدنا نهضر مع مرحبا اكيد عبد الرحمن سكاش. مرحبا سيدي الكريم، اهلا وسهلا. السلام عليكم سيدي عبد الرحمن. وعليكم السلام سيدي الحبيب. مرحبا بك في مدينه شيشاوة. اهلا وسهلا نواحي مراكش سيدي جين ديروا لك الضيافه. مرحبا بكم بارك الله فيك. والله لا ادري لماذا هاد الناس ديال هاد المنطقه هادو يعزون الشيخ سكاش بواحد الشكل لا يتصور. الناحيه ديال تحناوت شيشاوة الحوز مراكش، سبحان الله المغرب تقريبا كله، ولكن كاين مناطق يعني يعزون الشيخ. مرحبا بك، جي عندنا الدجاج البلدي. مرحبا بك والله اكرمك الله. بارك الله فيك اسي حفيظ. قال لك المخرج ديالنا خصك تعرض على الطاقم كامل، قال لك ما غنخليوش لك سكاش يمشي بوحده. ديال شفت تي في والله راه كنشكركم على الزباله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مرحبا. والله الا مرحبا. اكرمكم الله. شوف عندي واحد سؤال. قبل اخي الكريم، اخي الكريم قبل ما تطرح السؤال ديالك، شتي المغاربه كلهم معروفون بهذا الكرم. والله نحن معروفون بين البلدان ديال العالم كله بأننا بلد الكرم. يعرفنا الأوروبيون ويعرفنا إخواننا العرب، يعرفنا بالكرم. فبارك الله فيكم إخواني، والكرم هذا كرم ديال الأجداد ديالنا، راه نابع من الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أكرمكم الله في هذا الشهر. الحمد لله. الحمد لله. تفضل حافظ. عندي السيده ديالي كتستعمل عندها واحد شويه ديال الحساسيه وكتستعمل الرابوز. زوجة ديالي ايه، واش ما عندوش اي حرج في الافطار ولا ما عندوش؟ والسؤال الثاني إيه؟ واش ممكن الفطرات الله يرحم الوالدين واش يتخرجوا نقدان ولا من داكشي اللي كناكل؟ واخا واخا الفطرات كتقصد بها الفطره ديال العيد ديال رمضان؟ الفطره ديال واش تخرج نقدا ولا كيفاش من داكشي اللي كتاكل؟ يرحمك الله. يعني من الدقيق. واخا نجيبك يا حفيظ. شكرا لك من شيشاوة. شكرا على اتصالك. انتم طبعا يمكن لكم انكم تواصلوا معنا من خلال رقم 0522 36 83 03 او لا رقم الواتساب. مرحبا بكم. مرحبا باتصالات ديالكم. حفيظ اول سؤال لي، مرسوكة تستعمل البخاخ ديال الحساسية واش جائز؟ استعمال ديال هذا الرابوز، هذا نتكلموا بالدارجة، استعمال الرابوز اللي تيديروه الناس ديال الضيقة ولا الحساسية ما تيفطرش. نعم. هذا هواء مضغوط كيساعد على انحلال دوك ما يسمى بالشعيرات الهوائية، يعني القصب الهوائية كتحل. نعم. لا غير يفطر. سؤال الثاني غادي ناخذوه أو لا غادي نجاوبوا عليه إن شاء الله من بعد الفاصل، بقوا معنا. مرحبا من جديد ومرحبا باتصالاتكم واسئلتكم في دين ودنيا مع فضيله الاستاذ داعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن السكاش. باقي لنا سؤال ديال حفيظ غنجاوبوا عليه من بعد ما غادي نحرروا الاتصال ديال مبارك. مبارك من سيدي بنور. السلام عليكم يا مبارك. مبارك حد سعيد التواصل معنا مره اخرى. غادي نجاوبوا مبارك على زكاه الفطر، واش تخرج نقدا ولا تخرج من الدقيق اللي كان أكله؟ المالكية ومعهم كثير من العلماء يصرون على أن تكون زكاة الفطر من مما يقتاته الناس، من داك الشيء اللي تيأكله الناس. فإحنا المغرب هنا تنعتمدوا على الزراعة، تنعتمدوا على الدقيق إلى آخره، كنخرجوا الدقيق خرج الزرع. أجاز بعض العلماء، أقول أنا دابا الناس المختارين باش تخرج الدقيق، ولكن راه ملي غتخرج الدقيق تعطيه الدقيق راه كاين اللي ما غيبغيش. المهم انت احنا الفقه تنقولوه، يعني اغلب الفقهاء تيقول لك اودي راه يجب اخراجها من غالب قوت اهل البلد، من داكشي اللي كياكلوا الناس. عندنا الدقيق، عندنا الزرع، راه هذا هو اللي نخرجوا. طيب واش يجوز نخرجها فلوس؟ نعم يجوز. هناك في المذهب الحنفي ابو حنيفه اجاز اخراجها نقدا لينتفع بها الناس، وكان بعض الصحابة يخرجونها نقدا لينتفع بها الناس، لأن حاجة الفقير في ذلك اليوم يعني هو أن يتقوت يتعيش بها، يعيش بها. أنا نعطيه الدقيق، هذا يعطيه الدقيق، الآخر يعطيه الدقيق، كيولي عنده الستوك ديال الدقيق، كيولي يضطر أنه غادي يبيع ذاك الدقيق. هز هو وليدته لعند مول الحانوت، هو مشري الدقيق مشري ب 1200 ريال 10 كيلو، غيولي يبيعه غير ب 600 ريال 800 ريال باش ياخذوا من عنده، فكيولي ضاع فيه. فشي يعطيه الدقيق، شي يعطيه الزرع، شي يعطيه الفلوس، فلا بأس. انا اقول لا بأس باخراجها نقدا، الاصل فيها ان تخرج طعاما، ولو اخرجها المسلم نقدا جازت ان شاء الله.
نعم غادي ناخذوا اتصال ديال فوزيه من مكناس هذه المره. فوزيه مشات فوزيه حد سعيد للتواصل معنا يا فوزيه مره اخرى. سؤال يقول متابع انه مدمن رياضه كمال الاجسام. تقول الجسد ديالي جميل وفي عضلات الى غير ذلك، فتسال واش لما كلبس لباس يظهر هذه العضلات المفتوله هل اعتبر يعني كيدخل في اطار انه تيفتن النساء مثلا وكيكون اثم؟ اذا ستر العوره المغلظه، اذا ستر العوره المغلظه، والعوره المغلظه هي من السره الى الركبه، حتى بعض العلماء قال لك فوق الركبه بشيء بقليل. نعم اذا كان يستر عورته المغلظه حتى تقريبا الركبه لا حرج في ذلك ان يظهر مثلا عضلاته، والمسلم مطالب كما يعني امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الحجة ان نكشف عن الكتف الايمن لنري يعني ليري المسلم ان هذاك المشركين يريهم يعني بانهم ليس بهم في الحجة ده. نعم في الحج المشركين بانه ليس بهم عاها وليس بهم وانهم صحاح الى اخره. الان كذلك نفس الشيء، حتى الان ممكن ان نري بعض الناس ان يري الناس يعني انه مسلم حضاري ويتمتع بصحه جيده ويتابع رياضته وانه لا يفرط في رياضته، نعم لا حرج في ذلك، ولكن ما تكونش على حساب انك تبين العوره ديالك. انا انصح اخواني الله يجازيكم بخير، جميل انكم تمارسوا الرياضه، جميع الرياضات ديال الكمال الاجسام ديال حمل الاثقال ديال الملاكمه ديال الحروب يعني انواع يعني فنون القتال يعني هادشي ديال الكاراتي بانواعي مزيان جميل جدا، لان هذه في الصحه ديال الانسان، الجري والى اخره، ولكن بشرط انه اذا دعتنا الضروره لنكشف فلنستر عورتنا المغلظه على الاقل من السرة او من اسفل السرة الى ما فوق الركبة تقريبا، يعني الفخذ ديالك المغلظ الملتصق بالعورة لا ينبغي ان يظهر. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كشف السرة العورة الا عن زوجتك، الا على الزوجة ديالك، اما ما سوى ذلك فينبغي لك ان تستر عورتك المغلظة عن الجميع الا للطبيب. نعم. الطبيب مثلا الضرورة لعمليات وللادوية والى اخره. نعم سؤال اخر تيقول الزوج ديالي ما كيبغيش يخلي لي المصروف ديال الدار واخا كيتقدى، ولكن انا كنحتاج بزاف ديال الحوايج في الدار ضروري ما تلقاهمش، حتى الكسوه ديال الاولاد ما كيبغيش يكسيهم، فانا كنمشي كناخذ شويه ديال شي بركه تاخذ شي بركه بالتخبيه يعني وكنصرف بهم وكنكسي بهم الاولاد لانه ما كيبغيش يعطيني فلوس. فسؤال ديالي واش حرام هذا الشيء هذا؟ شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اباح لهند باش تاخذ من مال ابي سفيان، لان ابا سفيان كان بخيلا، انسان بخيل، نفس الشيء هذا السيد هذا كذلك، هذا السيد هذا بخيل، بخيل على مرته، بخيل على وليدته، بخيل على نفسه، والله تلقى راسه تلقى تيخرج الله يستر يعني الناس يعني تشوف فيه مال هذا السيد هذا، فيجوز لها انها تاخذ من المال ديالو باش تنفق على الابناء ديالو وتاخذ بما يكفيها دون أن تتجاوز الحدود، فإذا أخذت فوق ما يكفيها الضروري لتخزينه أو لتخبيه أو لتنفق على نفسها في الأمور الشهوات ديال الباس وديال الذهب وديال كذا، فهي سارقة سارقة سارقة. أما للإنفاق على بيتها على أبنائها على نفسها في الأكل في الشرب في التطبيب في كذا، إذا أخذت من ماله فحلال عليها إن شاء الله، وهذا هو السر ديال شي الناس اللي تيكونوا بخلاء ويبخلون عن أبنائهم، هكذا يعالجون وهكذا يعاملون في الإسلام، أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها إن شاء الله. نعم غادي ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الاسم كريم. معك أختي لبنى. لبنى تفضلي. عندي أختي واحد ثلاثة الأسئلة لشيخنا. نعم عبد الرحمن الله يجازيه بخير. مرحبا مرحبا أختي الكريم. بارك الله فيك شيخ سي عبد الرحمن. بارك الله فيك. عندي واحد السؤال، ثلاثه الاسئله عندي. كان عندي المرحوم ديال الوالد ديالي توفى في شهر 7، كانت مسموح فيا من ملي كانت الوالده ديالي حامله من 1989 وما معترفش بيا في الحاله المدنيه حتى 2005، ومن تما زعما ما كانش كيصير عليا ولا حتى حاجه، وعندي خوتي اخرين 10 ميسرين الله يجازيك بخير والحمد لله،
ومن اللي كنت حتى 2005 وليت كنعرف وعاد وليت كنمشي عندهم. وملي كنمشي كانت مراتو الله يرحم مراتو فات من بعد منه بربع شهور وما كانتش كتقبلني وما كانتش كتعاملني مزيان وكانت حارماني من جميع الحقوق ديالي ماشي بحال بلادها. وملي اقتضى الحال كمل ربع شهور وهي توفى وطلبوا مني باش نسمح ليها الدراري خوتي، ولكن واخا سمحت ليها ما سمحتش ليها من خاطري زعما. هذا هو السؤال ديالي الاول. وما كان الحال داك الورث اللي خلى الوالد وسميتو قسمته من اللي الله توفى الوالد بثلاث ايام قسمته بالزور. شي اولادها وفرات ليهم وانا قللت ليا. واخا ما كان الحال الظروف ديالي ما عنديش وانا خوتك هضرتي معاهم في هذه المساله يبغيو يصلحوا هذا الشيء ولا لا؟ ما صافي قال لك دابا داك الشيء اللي دارت امنا هو اللي غادي يكون. اها وبغاوك تسمحي لهم وبغاوني ثاني نسمح لهم من الفوق. يا سلام قسمه ضيزه. نعم تابعي سيدتي تابعي. وهذا هو المشكل. طيب. ومهما كان الحال واخا انا قلت لهم انا مسامحه ليها في ولكن انت في قلبك ما نسمحش ليها. واخا دوبنا. نعم اختي. دابا الى رجعوا لك الحقوق ديالك على الاقل بعدا في الارث واش تقدري تسمحي ليها ولا لا يبقى قلبك دارك؟ هما عندهم داك القرار اللي خداو القرار اللي خدات منهم. انا فهمتك. لا انت دابا الا رجعوا لك مثلا على الاقل بعد الارث ديالك الحق ديالك واش تقدري تسمحي لها بقلب صافي ولا لا؟ من طبيعه الحال رانا غادي نسمح ليها. اذا انت اللي ضرك اكثر هو انه ما عطاتكش حقك حتى في الارث. ما عطاتنيش حقي حتى في الارث ديالي حتى اخي اختي انت من لما عن قسمتهم. واخا نجيبك يا لبنى استاذ غيجاوبك. شكرا على اتصالك تفضل. نعم عندك سؤال اخر كنظن. نعم عندي سؤال اخر. عندي الوالده ديالي مربيه واحد ولد خويا ودابا مريض والاب ديالو كاين في بني ملالنيت والام ديالو مزوجه براجل اخر وسميتو ودابا حاليا مريض وتا واحد ما كيسولش فيه واحد الحاله ديالو لا يرثى لها. يرثى لها. نعم يرتلها. وانا دابا عاد بلا مبقاوش انا دابا غير كنت كنخدم وملي جات هرست لي الوالده خرجت من ديك الخدمه اللي كنت كنخدم فيها وجيت باش نقابل الوالده ديالي وصدق هاد الدري دابا طاح ملي دابا تنمشي للاب ديالو ما تيبغيش يدير معايا حتى حل تيقول لك انا ماشي شغلي تنقول ليه دابا انا اشني هو المصير ديالي من جهه ولدك. شنو عنده هاد الوليد هذا؟ مع الوجوه ومع المحسنين. شنو عنده هاد الوليد؟ هاد الدري هذا بحال عنده سياتيك ما بقاش كينوض. شحال عنده من عام؟ عنده 36 سنه. تبارك 36 سنة وهذا رجل ما شاء الله تبارك الله. طيب شنو السؤال ديالك هنا في هذا الواقع؟ السؤال ديالي زعما قلتي لا واش يمكن لي نمشي ليه للباترون ديالو واش ما عنديش شي اثم اللي يجري على الاخ ديالك؟ واخ ولا شي حاجة ولا واخ هادو هما اختي الثالث. نعم عزكم الله البارح كنت صايمة وما جاتنيش حاشاك حق ما جاتنيش حق الشهر حتى المغرب ولكن ورا العصر توضيت وصليت خرج مني حاشاك شي حاجه قهويه. نعم. طيب واش دايز هاد النهار ولا لا؟ واخا نجيبك يا لبنى. عاده بحمد السكات والله يطول لنا في عمرك. مرحبا. عاده هاد الافرازات البنيه كتكون غير قبل الحيض ياك لبنى؟ اي دابا تماما. طيب واخا نجيبك لبنى شكرا على اتصالك. بارك الله فيك. تفضل استاذ. بالنسبه للسؤال الاول عن يعني زوجة الاب ديالها وكيفاش قسمات هذا ظلم. هذا ظلم مارسته هذه السيده هذه ومن قبل كان الظلم ديال الاب ديالها يعني لا اله الا الله. فما عرفتش انا كيفاش كيشوفوا الناس الصلح كيفاش كيشوفوا ليه. ما كانش عارف راسها غتموت بعد اربعه اشهر. لا اله سبحان الله من بعد الزوج ديالها. دابا الناس كيتصحابوهم دابا الصلح وهو صافي غابوس ليه رسول الله يسمح الله يسمح. لا راه الصلح معنى الصلح راه حددوا سيدي ربي سبحانه وتعالى لما قال لنا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله تتخضع للحق رجعي لها حقها. هذه السيده هذه ترجع الحق لهذ البنيه هذه. هذه السيده البنيه هذه يكفيها انها ضاعت في حقوقها لما كانت صغيره. الاب ديالها يعني ما كانش معترف بها. الحق ديالها ضاع في ان تكون مع الاب ديالها مع الى اخره ضاع حقها.
ثم بعد ذلك جات هذه الزوجه ديال الاب اللي مات وفات الاب ديالها كملت داكشي اللي بغى، والابناء ديالها كيقولوا للاخرى يعني اسمحي لي رغم هذا الشيء اللي دارت فيك المهم اسمحي، يعني وكأن نديروا لهم الخاطر نرضيوا هاد الابناء ونرضيوا هاد الام هذه رغم ظلمها. هذا ظلم يا اخواني الكرام، صدقوني نحن نحكم ونجيب بما نتوصل اليه من اسئله وبما نتوصل به من اسئله. ف يعني تسامحي هذاك تيبقى حقك، لكن ما دام ضيعات في الحقوق ديالكم ما بغيتيش تسمحي فهذا حقك كذلك، لان ربي ما تيسمحش بان وما لا يرضيه ان يكون واحد من العباد ديالو ولا من الاماء ديالو مظلوم على وجه الارض، لا يحب الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا حقك انك تسمحي الان في الدنيا، بغيتي تسمحي هذاك حقك، بغيتي تبقاي الى ان تقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى هذاك حقك كذلك. وانا اخاطب الابناء، ابناء هذيك السيده اللي خدات الحق وجاو كيقولوا لها الى اخره، واي ابناء اللي عارفين ان مهم باهم مثلا ضيعوا شي واحد من ايرضيكم ايرضيكم ان الحق يمارس بهذه الطريقه هذه اللي عندكم انتما، يعني الام ديالكم ظالمه وانتم واقفين الى اخره لا تسمحي مع ابنها بزز خد الماتك، فين كاين هذا الشيء؟ ربما كان عند حمورابي الله أعلم واش كان عنده هذا الشيء، حمورابي عنده هذا الشيء، شي قوانين أخرى في شي عالم أخر، نعم، لكن عندنا احنا كمسلمين كاين الحق تيبقى حق، نقول الحق ولو علي ولو علي، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا ولو كان ذا قربة، ولو كان تمك اعدل، لكن لما يولي المسلم يميل إلى الباطل على الدنيا السلام، يا بنتي تسمحي أو ما تسمحيش هذاك تيبقى حقك. حتى ولو خليتي إلى يوم القيامة ستنالين حقك أمام الله من هذيك السيدة ومن ذاك الناس. طيب كيفاش تعامل مع الأخ ديالها اللي مخلي الإبن دياله مريض وما كيسول فيه وما كيصرف شيء؟ إلا مشات ليه دابا المسؤول اللي في العمل غتقول لي كارثة أخرى، غيجي تا هو يجي يتكالي غتولي حاصلة في الدري وحاصلة في اللهم خليه. واش ما كاينينش الأخوال؟ واش ما كاينينش الأعمام؟ واش ما كاينينش الناس الكبار في العائلة اللي يدخلوا؟ لأن هذا لأن ملي تيكون واحد مستأثر بال 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 أنا هو اللي تيسير كل شيء وما مباليش، هنا راه الطمة الكبرى. أقول لهاد السيدة هذه الله يرضي عليك إلى ما حاولي ما أمكن أنك تستعني بالكبار ديال العائلة ديالك، راه دائما تركزوا على هذه المسألة دي. شوفي الخال ديالك إلا كاين، خالي راه خويا شنو 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 عاونوني عليه، عمي راه هذاك سميتو راه شنو الله يهديه راه ولدو شنو عاونوني عليه، الا ما كاين شيء غتمشي لعندو فلان اجي لعند ولدك سالينا ما بغاش الى اخره. هو كوكا عباد الله، شوف كيفاش ديري لهاد الحل هذا، لا يمكن انك انت عندك مشاكل وغادي تزيدي مشكل ديال واحد راه قام مسوق للابن ديالو يعني عايش العالم ديالو. ف صحيح ولا الام صحيح حتى حنا كمسلمين كنساعدوا بعضياتنا بعض، ولكن ما نستغلوش لبعضنا البعض، راه كاين عند اختي، راه اختي قايمه بالواجب وهو غادي عايش الحياه ديالو كما يريد، يا اخي راه ولدك هذا انت المسؤول عليه، وانت راه قلت لك شوفي شي حد من العائله اما الخال اما العم اما 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 شي حد اللي يوقف معاك يمشي عنده فلان، واش عرفتي شنو داير؟ راه داير واحد الذنب كبير، واش سمحتي في ولدك وخليتيه للخ ديالك شنو غادي دير ليه؟ منين غتجيب ليه؟ تمشي تشفر وتجيب ليه باش تداويه؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله الا تنقولوا علاش الزمان ديالنا ولا صعيب، راه حنا اللي صعبناه، لان ربي قال لنا عيشوا الاسلام، عيشوا الاسلام والله غتعيشوا السعاده، حنا بغيناش. ما الناس كيشوفوا في اختهم من باهم تيشوف فيها مظلومه والى اخره، واسمحي لمنا يا هي ظلماتك تعدات على تيك خلاتك على البص وزيدي سمحي لها باش تاخذ كل شيء داكشي الاخر، ولا حول ولا قوه الا بالله. زعما الانسان اذا لم يستحي فاصنع ما شئت، راه هذا الشيء اللي تيقولوا هاد الناس هادو. نعم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السؤال هذا الثالث عن الامس كان صايمه ونزلت افرازات بنيه، واش دايز لهذاك النهار؟ يعني انا تنقول بان هذه الافرازات كما يسمى في الفقه عند الفقهاء ان الكدره لا شيء، الكدرة وهي ما يسبق عادة العادة الشهرية، هذه لا شيء فيها، يعني إذا ظهرت يعني توضى الوضوء ديالها إلى آخره ثم تصلي وتصوم، يعني صيام لكن صحيح. لا صيام صحيح، لكن إذا أتبع ذلك بالدم مباشرة مثلا في الصباح ظهرت الكدرة وفي الأشياء الدم تتوقف أتبعتها. إذا كان في يوم واحد في نهار واحد، دابا هي في وقت العصر كانت الإفرازات، بعد المغرب كانت العادة الشهرية، واش هذاك النهار دايز ليها ولا لا؟ شوف الا كان هذا الشيء حدث هذه الامور وقعت كلها في نفس اليوم، في اليوم صيامها يعني تتوقع تعاود ذاك النهار.
تعاود داك النهار نعم لان وامتى كيكون ما كتحسبش يعني الكدرة ايام اخرى من الشهر الايام الاخرى مثلا بعيد على الدوره مثلا لا مثلا بعيد على الدوره سبقتها بيوم مثلا ظهرت الامور بني داكشي يعني تنقولوا احنا اللون ليس الدم انما نجا يعني وزخ يعني افرازات يعني باكوا هنا عند جمهور الفقهاء انها لا تؤثر في الصيام ولا تؤثر في الغسل انما الوضوء عند المالكيه عند بعض المالكيه تؤثر تيقول لك لا تؤثر يعني مقدمه ديال الحيض المقدمه ديال الحيض تيقول لك بالخصوص اذا كانت ملتصقه بالحيض وجاء الى اخره ف يعني ذلك اليوم يعني تقضيه ولا يحسب له نعم فاذا احنا نكون واقعيين لا كانت الكدره بعيده على سميتو الحيض وما ظهرش الحيض غير سميتو لا حرج في ذلك يعني غد توضا كانت مرتبطه في نفس النهار مثلا ظهرت الكدره صباحا في العشيه مثلا العصر كان الدم يعني بطوله ذلك اليوم وتقضيه نعم. ان شاء الله وسؤال عبر الواتساب كيقول السلام عليكم انا كيعجبني العمل الجمعوي ومن ديما كنت كنبغي نشارك في القوافل والاعمال الخيريه اللي كتكون خارج مدينتي يعني في الجبال مع العلم انني بنت وكنقول البنت لا يجوز لها انها تسافر دون محرم فشنو كيقول الاستاذ فضلان والله يعني هذه الرياضه في الحقيقه رياضه وتنفيس عن النفس ولكن ارجو ان تكون يعني كلمه فقط بالضبط على العمل الجمعوي اللي تيكون في هذه الجبال وفي هذه المناطق النائيه يعني كتبغي دير قوافل خيريه الى غير ذلك لو كانت يعني لو كانت مع مثيلاتها يعني مع دريات بحالها ومن نفس الحي ديالها والى كرفيقات لها لا باس بذلك لكن اذا كان يعني غير يعني المحرم لا غير هي اذا كانت غير بوحده مثلا في وسط رجال يشترط لها محرم لان علاش نقولوا اذا كانوا البنات بحالها كمثلها يعني بحالها وتقريبا نقولوا احنا من نفس الحيده او الى اخره ويشتركون ربما ستكون وحده محرم للاخرى كالرفقه الصالحه طيب باش يعني نوضحوا اكثر يعني هذه القوافل كيفاش كتكون طبعا الحال يعني البنات بوحدهم النساء ما كيقدروش يسافروا لانهم كتكون طريق واعره وكتكون كتكون واعره كيكونوا معاهم رجال كيكونوا معاهم مؤطر تيكونوا سميتو انا قلت يعني تيهزوا الا كانت شوف الا كان فتيات معاها وحدين اخرين ومعروفين بالثقه ديالهم معروفين بالسقمه ديالهم هؤلاء يعتبر تعتبروا محرم اذا لم يوجد هؤلاء لا ما كاينش دريات كاين غير هي والرجال وكذا اقول لها يلزمك محرم هذا الدين ديالنا نعم. ناخذ اتصال السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا نعم شكون معنا معك ابراهيم من اكادير سي ابراهيم تفضل اسيدي بارك الله فيكم علينا وعليك شكرا بارك الله فيك مرحبا عندي واحد السؤال امينه نعم تفضل انا مريض بالسكر ومشيت عند الطبيب وقال لي ما تصوم اييه ودابا الفيديا واش انا نعطيها يوميا ولا نخليها حتى تجمع واخا صافي عندك غير هذا السؤال وعندي واحد خويا مريض حتى هو واش نعطي ليه الفيديا ولا نعطيها لشي واحد اخر خوك مريض اييه اي مريض حتى هو بالسكر وما خدامش واخا صافي هذا هو السؤال ديالك صافي امين الله يرحم والديك شكرا على اتصالك نعم يجوز اعطاء تعطي الفديه ديالك هذه تعطيها الاخ ديالك يعني تجمعها مثلا الانسان اللي عارف راسه بانه ما غاديش يصوم رمضان عارف راسه بانه مريض وعنده مرض مزمن وما غاديش يصوم راه منين كيبان الهلال اولا كيقولوا لنا بان راه الهلال بان راه غدا غادي يبدا لنا الصيام الشهر كتجمع ديك الفديه ديالك ديال الشهر كله ديال 30 يوم كامله كتجمعها 30 الف فرانك مثلا 6000 ريال 300 درهم الف فرانك للنهار كنجمعها كنعطيها لواحد المسكين كانت الحاله ديالي ضعيفه تنقولوا الانسان حدو قدو تندير 5 درهم يلا على حسب ما ذهب اليه المذهب المالكي يعني ربع صاع ندير 4 درهم ونص 5 درهم 5 درهم هي تقريبا 30 يوم هي 3000 ريال إذن 3000 ريال كنعطيها في ديك النهار نعم يجوز أنني نخرج بحسب الأيام مثلا واحد يومين ثلاث أيام كنخرج ثلاث أيام ديالي ها هي عاوتاني نجمع واحد البركة عاوتاني ثلاث أيام ديالك يجوز نجمعها كاملة ولا نفرقها نعطيها للأخ ديالي إذا كان فقيرا وليس لديه شيء محتاج لها تنقولوا حنا إنسان محتاج ما عندوش نعطيها ليه ما كانش محتاج كان مكفي وعنده الإنفاق دياله وعنده اللي ينفق عليه وعنده إلى آخره يعطيها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين نعم سؤال آخر يقول السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن أنا أعاني من كثرة خروج الريح ذهبت للطبيب ولم ينفع علاج فهل صلاتي جائزة إذا كان هذا خروج الريح أثناء الصلاة
عيدي سؤال من فضلك. سؤالي من خروج الريح بشكل كبير. لا سبقنا عند الطبيب سبقنا قلنا بأن هذا خروج الريح من غير إرادة الشخص، يعني فوق إرادته، هذا يلزم يتوضى لكل صلاة. كل وحدة كتعاني من خروج الريح عنده مرض، هذا ما تقدرش يتحكم فيه. عنده كذلك سلس البول، أعزكم الله، ما تقدرش يتحكم فيه، خصو يتوضى لكل صلاة. صلاة غنتوضى قد المؤذن، غنتوضى ونصلي. إلا خرج منك شي حاجة أثناء الصلاة سواء كان ريحا أو ماء، لا تلتفت إليه، الصلاة ديالك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال آخر قبل ما ناخذ اتصال، يقول السلام عليكم، هذا سؤال ديال خديجة. كتقول بارح في صلاة التراويح في الركعة الأولى من التراويح في المسجد واحد السيدة طاحت قدام عينينا، سخفات وحتى وحدة ما تحركات، يعني حتى سلم الفقيه عاد مشينا لعندها، فواش علينا شي ذنب؟ وثم كيفاش كان ممكن تصرفوا في حالة الحالة؟ هذه الحالة من فضلك هذه السؤال. سخفات ما كيصلي وسخفات واحد السيدة، فما قطعوش الصلاة حتى سلم الفقيه، عاد قطعوا الصلاه ومشاو لعندها. مثلا حنا كنصليو في النافله اللي هي تراويح مثلا، وصخف شي حد قدامنا، كان الاولى ان وحده فيهم تسلم، ممكن لان هذه نافله تقضيها مثلا، وحده ولا جوج اللي يسلموا ويمشيو عندها ويهزوها، ربما يقدموا لها الماء، الاسعافات، يشوفوا شنو واقع، يحيدوها من تما، ربما النفس ديالها، ربما عندها داك البخاخ تستعملوا يجبدوه ليها، ربما يدركوها. يعني خصو يسلم، لان لبقينا كنتسناو بحال هكا والامام غادي ينوض عاود ثاني يقرا ثمن، راه يمكن تؤدي للخطر. فلذلك هذه صلاة نافلة، يجوز أن نقطعها، أن نقطع الصلاة لإغاثة هذه السيدة، ولأن العلماء يعني أجازوا أنه عند الخطر كمثلا النار أو الغاز مثلا في البيت، تسرب الغاز، أو طفل يكاد يسقط من النافذة، أو مثلا يعني شيء خطر بحال الشكل هذا اللي قلنا الآن، سقط فجأة تطح، يجوز أن يسلم الإنسان ويسعف هذا الشخص هذا، فكان الأولى أنهم يسعفوها في الأول. ناخذ فاطمة من ومنين يسالي وراه يمشي ويقضوا الصلاة، داك الشيء اللي ضاع منهم إن شاء الله ويقضوا إن شاء الله تعالى. فاطمة السلام عليكم. ألو. نعم فاطمة كنسمعوك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، نسول إيه تفضلي. أنا عندي الضيقة. إيه وكنت كندير البخاخ هذه شحال من عام، راه مده 26 عام وانا كندير، ملي كنسول كيقولوا لي راه داز ماشي مشكل. اييه دابا سمعت واحد قال لك لا ما دايش، خاصك تخرج عليه الفيديا ولا ما ديريش، ولكن ما يمكنش ليك ما ديريش. اييه واخا استاذ، راه جاوب على هذا على هذا السؤال الاستاذ، جاوب على السؤال ولكن غنفصلوا فيه اكثر. السؤال الثاني عندي الهشاشة وعندي الظهر كيضرني فيه سياتي، مكنقدرش نصلي وانا واقفة. ايه يلا الركعة الاولى والثانية كنديرهم وانا جالسة. ايه واش هادشي دايز ليا وانا ما دايش. وانتي اهلا بحالك، قلتي ما تتقدريش. ما كنقدرش. إيه؟ ما كنقدرش صافي. ايه هادو هما الاسئلة اللي عندك. كنمشيو الوقفة بزاف ما كنقدرش. واخا واخا لا فاطمة، هادشي اللي عندك بارك الله فيك. شكرا. مني بدار مدان وانا كنصوني اليوم عاد قبل تقولي خير ان شاء الله. مرحبا بك. خير ان شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك فاطمه من الرباط. استمع لنا، اكيد الاستاذ غادي يجاوبك الحين. اول سؤال لها على البخاخ، فانت قلتي شحال من مره انا ولا باس من ذلك، ولكن كتقول انها سمعت عن شي حد اخر العكس ذلك. غادي نتعرفوا على الاجابه. نعم. ان شاء الله الا سمحتي لنا استاذ من بعد فاصل، بقاو معنا. دين ودنيا على شدة FM وشدة TV مع فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن السكاش. مرحبا باتصالاتكم على 05 22 36 83 03 أو عبر رقم الواتساب. قبل ما غادي ناخذ أسئلة جديدة، غادي نجاوب بعدا لفاطمة اللي كانت تصلت بنا من الرباط وسولت على البخاخ، وكيف ما ذكر الأستاذ قبلا فقال أنه جائز، ولكن كتقول أن شي حد آخر سمعت أنه يقول أنه غير جائز ويجب إخراج الفدية عليه. وأعيد وأكرر، الله يجازيكم بخير، البخاخ ما معنى البخاخ؟ ذاك الرابوز راه جائز استعماله في نهار رمضان للناس اللي عندهم الحساسية والضيق واللي عندهم مشاكل في التنفس. هذاك البخاخ ليس أكلا، ليس طعاما، هو عبارة عن هواء مضغوط
لما كتضغط على داك سميتو يخرج الهواء فتيسرح ديك المسالك التنفسيه. بزاف الناس ما عندهمش علم بهاد الامور هادي كي البخاخ يفطر وكذا. يا اخواني الكرام واش 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 نتوما بغيتو تقتلوا الناس ولا شنو؟ لما تقول لي البخاخ حرام عرفتي اش غايقول لك؟ هذا راه غادي يصوم، لما غايصوم وما غاديش يستعمل هذاك راه غادي تقج لك غادي تقتلو. راه بحال بحال حبستي عليه الهواء، قلتي لي حرام حبستي عليه الهواء. اقول واكرر، كبار علماء الامه اجازوا استعمال البخاخ، فلا تلتفتوا الى بعض المتفيهقين وبعض الناس اللي مساكن كيديروا ضجات وحالات في الواتساب في المواقع التواصل. اسمعوا الى كلام العلماء الله يجزيكم بخير، ان البخاخ يجوز استعماله، بل يجب استعماله في نهار رمضان لانه هواء. انت ما كتاكل ما كتشرب ما والو، انت كتستعمل كيمشي الى الرئه، لما كديروا كيمشي الرئه مباشره، فاين المشكل؟ بحال يعني جريتي الهواء بواحد الشكل كبير، هذا هو اللي تيوقع. فالناس اللي ما عندهمش ادراك ووعي بالواقع ديال الناس كيبقاو غير يصدروا الفتاوى اللي كيهلكوا فيها الناس. بحال هكا دابا وشحال من واحد دابا مسكين غيسمع هذه الفتوى هذه اللي قال هاد الناس هادو ولا اللي قال هاد الشخص هذا، غادي وشحال من واحد غادي توقف على البخاخ، لا غيبقى النهار كامل هو كارم كارم كان تلقاه ولادو ولا عائلته يلقاوه كارم طايح في سميتو. فتوقفوا عن العبث بالدين، البخاخ جائز لانه ليس طعاما، لا كل لا ماكل لا شرب، هو هواء ينفذ مباشرة إلى المسالك الهوائية ويكسرها. سؤال ثاني، على عندها شاشة الدار عندها مشكل ما كتقدرش تبقى واقفة بزاف في الصلاة، واش جائز أنها تصلي جالسة؟ إلا عندك العذر ديالك. أنا أخاطب الجميع لأن من خلال المسجد تنشوفوا شنو تيوقع. الله يجازيكم بخير، راه اللي عنده العذر ديالو ما فيها باس تجلس، والعذر راه هو اللي ما تيخليكش يعني كنبغي نوقف ما قادش نوقف ما قادش، هذا عذر جلس. اما اللي ما عندوش عذر غا فقط وعييت عينه من الخدمه ديال النهار غنسرح شويه، لا الصلاه ما فيهاش استراحه، وقف مولاي وقفي لا لا الله يرحم الوالدين، ما عندك لا ركابي مهرسين ولا مهلوكين، ما عندك لا سياتيك، ما عندك لا قلب عمليه على القلب، ما عندك لا عمليه على العينين، ما وباغي تجلس حشومه نار كامل وتصحيح في ساعه يعني في الخدمه ديال الدنيا وجري جري 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 جري. لما جاء ديك الوقفه اللي غنوقفوا امام رب العالمين وتوقف وتعتاد قدامه تجلس يرضيك هذا؟ ها حرام عليك الا جلستي وانت قاد انك توقف. اذا بمعنى ان اي واحد ما عندوش عذر لا يحق له انه يجلس على الكرسي، ولا انه نقولوا احنا ورجيب شي حاجه جلس عليها استرح عليها، لا سيدي وقف. قف يا اخي الكريم، وقف قدام سيدي ربي، ما حدك صحيح. رانا واحد النهار غادي تجي غادي تسرح ما غتبقاش قد توقف، صافي غت الى مولاك سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان كل من ليس لديه عذر في الجلوس في الصلاه وجلس صلاته فيها نظر، ربما تحتمل البطلان، فلنحرص على اننا نفقه الدين ديالنا. سيدي ربي قال لك وقف، ومن شروط من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم ماذا؟ القيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام. وقف تلقى الناس جالسين وكيستراح، تجي تصلي تسرح النهار كامل وانت تضرب هنا تضرب هنا تضرب هنا إلى آخره. فنسأل الله أن يهدينا إن شاء الله. نعم، بين أسئلة ديال المتابعين ديالنا على الواتساب، سؤال يقول أن سيدة فاش كانت طفلة 12 سنة تعرضت للاغتصاب من قبل واحد المدمن، فكتقول كنت ساكنة عندهم في الدار وتعدى عليا، ومن بعد ولدات وخلات ولدها وهربات، هربات من عند هذوك الناس. دابا كتقول انا تزوج وما رزقنيش الله سبحانه وتعالى بوليدات، ودابا 13 سنة باش داز على هذه الواقعة، والزوج ديالها الحالي كيرفض انها تشوف الابن ديالها، فهي كتسأل كتقول واش ممكن نمشي نشوفه بالسر مع الزوج ديالي؟ والله لا يمكن ان نمنع اما عن فلدة كبدها رغم الظروف اللي مرت بها واللي كيتحمل المسؤولية ديالها. هذا المدمن، هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل، فالزوج ديالها يعني قال لها لا تفعلين كذا وكذا وكذا وكذا. لا قبل ما تقول لها راه خصك تشوف القلب ديال الام،
تشوف الكبده ديال الام يا سيدي الكريم. انت دابا راه زوج يعني زوج وربما والله لا ما خصك تشوفيه لا فشي انا تكلمتي تكلمتي تنقولوا حنا اوامر لكن خصك تتكلم قبل ما تتكلم دوز داك الرساله على قلبك وعلى الكبده ديالك ان راه عندك واحد الوليد وانا واحد حرمك من الرؤيه ديالو منعك من الرؤيه ديالو شنو غادي يكون رد الفعل ديالك انت كأب. فما ادرك بالام اللي هي العواطف ديالها والكبده ديالها والحنان ديالها على ولادها اكبر من الاب شنو غادي دير. فلا انصحك بانك تمنع هاد الام من الابن ديالها. نعم تشوف ولدها نعم اشترط عليها قول لها نعم ما يسكنش معايا ما كذا بغيتي تشوفيه سير نمشي انا وياك يلاه نشوف فيه ولدك وهادي الاخري ولكن باش يجي عندي يسكن معايا وينغص عليا الحياه ديالي وكذا وانا 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 الى اخري. نعم لك الحق في هذا لكن ان تمنعها من الابن ديالها لا يحرم عليك يا سيدي الكريم لان هذه مسألة فوق الطاقة ديالي وديالك وديالها هي وديال لان ادرى شي حاجة درها سيدي ربي في الكبدة ديال الام في النفس ديال الام ما يمكنش لك تحبسها انت. واش حبس الانسان على ام على ولدها؟ انت ربما لا تستعملوا عقلك ولا تفكروا بالعقل. فيمكن تمنعها ما تجيش عندها للدار يمكن تمنعها مثلا ما يدخلش عندها ممكن لكن تمشي عنده وتشوفه كون ذكي يلا نمشي وانا وياك باش تجنب كاع المشاكل كلها سير يلا يا اخي شفتي ولدك يلا يلا زيد في حالتنا هذا افضل. نعم. ولا انصحك. اما انت سيدتي الكريمه حاولي تقنعي الزوج ديالك بان راه الام عندها واحد الكبده لا تستطيع ولا تستغني عن ابنائها كيفما كان الحال. نعم. راه القطه في الشارع راه الا مشيتي حتى شفتك هجمتي واحد الهجوم يعني عدواني على ولادها راه تخرج انيابها وتقدر تاديك. فما هذه مخلوق بسيط تنقول حنا مشى فما ادراك بالام انك تمنع الولد ديالها. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. اهلا بك زكيه. زكيه من هولندا. مرحبا تفضلي. الله يخليك. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. اهلا سيدي. الله يخليك. عندي سؤال. انا مصيبه بالسكر. مصابه الله يشافيك. والطبيب منع لي الصيام. نعم. دابا بالنسبه لهاد السنه هذه عندي واحد بنت اختي مسكينه تصابت لنا بمرض السرطان عمرها 17 سنه. واش يجوز حيت دابا خص مع العلاج وكثرت التحاليل وكثرت الاجراءات هذاك الشيء فيه تكلفات بزاف واش مسموح ليا الفيديه ديالي نعطيها لها او لا؟ واخا عندك اي سؤال استاذ؟ لا لا واضح. شكرا لك زكيه. الله يشافيك ويشافي هذه البنية. يا ربي امين يا ربي امين. فعلا شفاكم الله جميعا لا انت ولا هذه البنية هذه نسأل الله لها الشفاء ان شاء الله يا ربي يا رب. نعم يجوز انك تعطيها الفدية. يجوز. وان كانت الفدية يعني راه طعام مسكين. فهاد الناس هادو راه يعني الناس اصيبوا بما هو بمصيبه فوق الاحتياج ديال الطعام الى الدواء الى هاد المحنه اللي هما فيها الان ديال السرطان والعلاج منه. فاعطيهم يا سيدتي. وان كان يعني الانسان بحال هاد الناس هادو يعطيهم من الزكاه يعطيهم من يتصدق عليهم ويعطيهم ليساعدهم لانهم في محنه خصوصا اذا كانوا فقراء. فنعم يجوز إعطاؤهم الفدية على الأقل هم يأخذوها يستعينوا بها إن شاء الله وتعالى في الحويج ديالهم إن شاء الله ديال 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 هذه المحنة اللي هم فيها. نعم نعم. سؤال آخر يقول السلام عليكم. أنا عندي مشكل في الكاحل ديالي الرجل ديالها كتقول كنصلي التراويح لكن أحيانا كنحس بالحريق وكنبقى نتحرك بزاف في الصلاه باش نقص من داك الحريق. وكنجلس رغم انني مازلت صغيره في العمر كنجلس عمري 36 سنه. فكتقول واش جائز هذا الامر. ثم سؤالها ثاني واش العمره في عمر 36 سنه ضروري ليها من محرم؟ اولا السؤال الاول انت اللي غتقدري الحجم ديال الالم حجم الالم اللي انت كتعيشيه. فإذا كان هذا الألم هذا لا يستطيع ما تيخليكش أنك توقفي ويمنع عنك الخشوع وما تتحشيش بالراحة والألم فظيع يجوز لك أنك تجلسي بحيث أنه إلا سرحتي رجليك ما كيبقاش ذاك الألم. نعم يجوز. هذه حالة يجوز نجلسوا فيها. نعم. بالنسبة إذا قلنا يجوز فأنت الطبيبة أنت اللي تقدري شنو عندك. إذا كان كما قلنا فظيع ولا تستطيع ان تحمله وما تحسيش بالراحه ديال الصلاه والخشوع اجلسي. نعم. بالنسبه للسؤال الثاني وهو
سؤال ثاني عن العمرة، واش ممكن ديرها بدون محرم؟ لا يلزمها محرم. لا يلزمها محرم، وإن كانت يعني عبادة يلزمها محرم. فإما المحرم إما تنقولوا حنا الرفقة الصالحة، واحدة من الجوج، المحرم ما كانش المحرم، الرفقة الصالحة. الرفقة وهي نساء ديال الحي اللي غادين من ديك اللي غادين معاك في ذاك الفوج من الحي ديالكم، تشوفي النساء اللي غادين وتدخلين معهم على أساس أنهم أخواتك، لا هن محرم لك، يعني يذكر بعضكن البعض وتحتمل الأخرى بالأخرى وتساعد الأخرى وتذكر الأخرى، هذا المقصود. إن لم يتوفر لا هذا ولا هذا لا أنصحك بذلك، لأنه غادي تدار في تحت الناهي ديال الحديث النبوي. نعم وخيك تمشي مع جماعة أستاذ؟ لا احنا تنقولوا الجماعة يعني المحرم، الرفقة. رفقة كي هي هذه الرفقة اللي فيها النساء، إذا كانوا نساء من ذاك الحي مثلا تمشي عندهم، يعني تأخذ العناوين ديالهم قبال ما يمشيوا من هنا، الله يخليكم أنا بغيت نمشي معكم ونكون معكم وهذه وإلى آخره. مش حال دي الناس يدروا بحال هذه الأمور، هذه لما تمشيوا للحج ولا تمشيوا للعمرة. نعم. فكتدخل معهم على أساس أن راه معهم، وتتولي شاركة معهم في المكلة، شاركة معهم في الخروج، يخرجوا يدخلوا، يعني تتولي بحال كتحس بأن الناس هادو عائلة واحدة، هذا هو هذه الرفقة الصالحة. فاطمة من الصويرة، السلام عليكم فاطمة. طيب حد سعيد الاتصال بنا مرة أخرى على 0522-36-83-03. سؤال يقول أن السيدة كان كيتسالها رمضان ياك، وداز عليه عام، يعني خصات تفدي عليه، كتقول انا صمتو ما فديتش عليه ياك، دابا داز السنوات، هذا الا كان اخرته بتهاونت. لا ما تهاونت وما ومني صامتو ما خرجتش الفديه، لان ما كانتش عارفه انا خصها تخرج الفديه. دابا ملي عرفات قالت لك واش تعاود تصوم وتخرج الفديه؟ لا 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 ما تصوميش سيدتي الكريمه، احنا الدين ديالنا جميل جدا، صمتي اديتي الصيام تيلزمك مازال الفديه عليه، تفدي عليه فقط، تفدي عليه واخا داز السنوات، واخا داز السنوات ربي لا ينسى وما كان ربك نسيا. يعني لا يعني ما تزيدش في الفديه، لا الفديه هي 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 نفسها الفديه، هي نفسها اطعام مسكين عن كل يوم ان شاء الله. نعم فاطمه من الصويره، السلام عليكم. من وجداد المره فاطمه الصويره، ما حالفاش الحظ، وجده فاطمه من وجده، السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك فاطمه. للاسف تا فاطمه من وجده ما حالفاش الحظ، حد سعيد الاتصال بنا مره اخرى. فاطمه من الصويره ومن وجده على 0522-36-83-03، يمكن لكم كذلك انكم سمعتوا بالسؤال ديالكم على الواتساب. طيب سؤال يقول من عند رشيد، المختصر ديالو اللي نختصر لك، كان كيعرف واحد السيدة كانوا في علاقة، مشى واحد المرة وقع لهم مشكل، فقدت العذرية ديالها، تيقول أنا حاولت نهضر معها مابقاش بغات تهضر معايا، حاولت نصلح الغلط ديالي مابغاتش، حاولت نتزوج بها مابغاتش، صافي قطعت العلاقة ديالها معاه، هو دابا تزوج ودار وليدات. ودابا السؤال ديالو تيقول لك واش عندي شي إثم، يعني وكيفاش ممكن يعني نكفر على يعني على الذنب هذا اللي درت؟ لا راه تتحمل الاسم يا اخي الكريم، قال ما واش عنده اسم. كان الاولى انه الوقت اللي وقع داك الشيء هز والديه ويمشي عندهم، تا يدخلوا عندهم للدار، هي رفضت يعني باش تجوج به. لا منين يدخلوا واش دار هذا الشيء، هو ربما واقيلا غير مكالمه، يعني ربما انفرطوا صافي، منين لان مني الانسان ملي تيدير هذه الفعله هذه تيولي يشوف لي الجانب الطرف الاخر على انه انسان عدو مغتصب. وانه مغتصب وانه يعني عنيف وانه لا يصلح للحياه الزوجيه الى شفت بحال هكا. فكان الاولى انه ياخذ العائله ديالو كاملين، الباء ومو وكذا، ويمشي ويدخلوا بالخير ديالهم على اساس ان هذه راه مرتي، لان انت مول هذه الفعله هذه، فماشي غير فقط غادي يمشي واش غنمشي غنتزوجها لان لي اصلح خطاي. انت ما درتيش بحال هكا، انت ربما غير كلمتيها وديك الساعه الا رفضات ديك الساعه ما غتدخلوا عليهم وترفض غتمشي في حالاتك، سير نعاس على راحتك لان صافي. طيب هذا بالنسبه غير الاسم ديال ان فقد العذريه. نعم ولكن الاسم ديال الزنا، هذاك الزنا هذاك لا نتحدث عنه، هذا الزنا هذاك راه فاحشه ومعصيه ويلزمه التوبه الى الله، لا هو لا هي. ان كانت هي طاوعته وكان بفي يعني معا مشتركين به، هي زانيه وهو زنا، فيلزمهما أنهما يتوبوا الله سبحانه وتعالى. إن كان يعني ربما تحايل عليها وبدأ إلى آخره وهي تتمنع منه حتى وقع ما وقع فهو زاني، وهي كذلك يعني تنقول لها كان مقدمات الجماع، لأن لا يمكن لشخص أن يغتصب امرأة بهذه السهولة إلا إذا كانت تحت تهديد ديال السيف وديال السكين وديال، أما يعني أليس لها مخالب، أليس لها يعني أيدي، أليس لها يعني ممكن أن تدفع عن نفسها إذا كان اغتصاب، لكن إذا كانت هي مشاركة
فهي أيضا تشترك معه في هذه المصيبة في هذه المعصية، فيلزمها التوبة. نعم. أن تتوب يلزمه التوبة. نعم. يلزمه كان عليه كان اللي قلنا لي دي العائلة دياله فإلى فضات هذيك الساعة درت اللي عليها. نعم. هذا طفل ولا طفلة بعت لينا برسالة على الواتساب، ربما حشم يسول والديه تيقول لك شنو الحكم ديال البلوغ في شهر رمضان، شنو خصني ندير؟ ما غدير والو غتصوم. خصني نمشي نغتسل الاول. يغتسل ثم يصوم ثم يصلي. وهنيئا لها ولا لها لانه اصبح رجلا وامرأة. لا شوف جميل جدا، كاين بعض العائلات في المغرب كيديروا واحد العادة جميلة جدا انه لما تيبلغ الطفل ولا تبلغ الطفلة كيديروا لها يعني احتفال. واحد الليله واحد اليوم رائع جدا، لا اللي تجيب هديه اللي تجيب كذا اللي جايبه الساعه اللي جايبه كذا يعني هدايا، وتشعروها بان هذه راه شي حاجه انت اصبحتي الان عندك قيمه في الاسره. جميل جدا، حنا ما بقيناش نشوفوا هذا الشيء لدرجة ان الدريات كيتخبا وما تيقولوش كذا، والام فقط تعلم بعض التفاصيل فقط بان راه بالغلط راه كذا انتهى الامر. لكن باش الشركه كثقافه وكاحتفاليه كشيء اجتماعي رائع في الاسره ديالنا ما كنديروش بحالكم. نعم. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن فعلا أن بعض الأمهات ينتبهوا للدور هذا وتكون فرحة لما تبلغ الدرية نشاركوا العائلة تشارك، هذا يجيب هدية، هذا يجيب طابليت، هذا يجيب بورطابل، هذا يجيب من هنا، هذا يجيب بارفان، هذا يجيب خمار، هذا يجيب كسوة، هذا كل واحد شنو يدير. وكتولي ديك دابا أو كتنصحوا يعني كتنصحوا أنه يغتسل يبدأ الصلاة ديالو. يبدا الصلاه يكون كيصلي يعني يبدا الصيام ديالو. ثم راه اقول له اصبحت الان لك ما للجميع المسلمين وعليك ما عليهم، اصبحتي مكلف. معنى مكلف امام الله راه الحساب بدا الكونتور ديال الحسنات والسيئات راه بدا. نعم. فعليك بملازمه طاعه الله وعلى رأسها الصلاة، قراءة القرآن الكريم، خاف الله، التزم الصلاة ديالك، العبادة ديالك، الصيام ديالك، قراءة القرآن، وهكذا. بارك الله لك في هذا، ونسأل الله أن يجعلك من الصالحين. نعم. يا رب العالمين. وعن تفاصيل الاغتسال وغير ذلك ممكن أنك تخبر الوالدين ديالك باش هكذا يعملوا الاغتسال. غادي شوف أولدي اسمحوا لي الا خدينا من الوقت ديال البرنامج ولو غير دقيقه، الاغتسال غتوضى الوضوء ديالك، يعني الانسان تيغسل المذاكير ديالو يعني الفرج ديالو والعوره ديالو تيغسلو، ثم كيتوضى المضمضه ثلاثه المرات، الاستنشاق ثلاثه المرات، الوجه ثلاثه المرات، هاد اليد اليمنى ثلاثه المرات، اليسرية ثلاثه المرات، ثم مسح الراس، رد الراس، ثم الا كانت عندك الرشاشه، الرشاشه فوق الراس ديالك كتخلل الشعر ديالك هكذا تخلل ثلاثه المرات، ثم تغسل الشق الايمن كله من الامام من الخلف الى الاصابع ديال القدمين، غادي من القدام من اللور، ثم الشق الايسر كذلك من القدام من اللور غادي حتى السميد، ثم كدوز يدك على البدن ديالك بحال هكا ومن الخلف كذلك نفس الشيء. هذا هو الاغتسال الشرعي عند الرجل وعند المراه. وهكا كنغسلوا حتى الميت الى مات هكا كنديروا ليه، غير هو ما تيقدرش يغسل حتى نغسلوا تنوبوا عليه في الغسل. نعم. ناخذ موحه من خنيفره. السلام عليكم موحه، باقي معنا موحه؟ لا طيب حد سعيد موكا. ايه باقي معنا موحه، تفضل. مرحبا. يعني واحد ثلاث سؤالات الله يجازيك بخير. تفضل سريعا يلا. انا حيث البروستات ايه وما كنتحكمش البول ايه وكان دي ليكوش ايه وكان صلي بداك ليكوش واش ندير لك الصلاه ولا لا؟ واخا نجيبك ايه الله يشافيك ايه. السؤال الثاني ايه واحد اختي منبا ايه ولدتها مها في السبيطار ومات ايه وشدتها المراه ديالي ربطها حتى تزوجات ودارت وليدات الله يسهل عليها. ولكن واحد الاخ ديالي دخلها لي دارها لي في الحاله المدنيه، انا ما كنتش دارها في الحاله المدنيه ديال فزات. واش تقدر تسال منها خوتها مع خو مع ولادي ولا ما تسالش؟ اها واخا اها. والثالث والسؤال الثالث الزوجه ديالي لحق مات الاولى ديال مي الاولاد مات وتزوجت ورضعت واحد الولد ديال بنتي وهي ما كتوليش وما فيهاش الحليب. واش كيفاش رضعتها؟ كيفاش رضعتها؟ شحال سي ربي في هذا الشيء؟ وكيفاش رضعته وهي ما كتولدش وما عندهاش الحليب؟ فاش دابا عطاته للزوله عطاته للزوله ولكن ما شربش الحليب. واش ما هي ما فيهاش الحليب؟ ما فيهاش الحليب. اي شنو السؤال؟ لا يسمى هذا رضاعا. صافي هذه ثلاثة سؤالات. شنو هو السؤال في هذه القضية؟ الآخر سؤال الآخر. هي المرأة ديالي. أها. مولاك الولاد مات. إيه. وتزوجت انا تزوجت اييه والوليد نتاع بنتي ديال المراه دي مات رضعت المراه ديالي اللي تزوجت اييه. وشنو السؤال؟ السؤال واش
داك الشيء شنو كيقول في الله؟ واش غادي يكون مليح ولدها من الحليب ولا واخا نجيبك. شكرا لك سي محا. اول سؤال على انه ما تيتحكمش في الماء يعني عزكم الله في البول ديالو، فكيفاش يدير في الصلاه؟ واش يقدر يصلي بليكوش؟ نعم، هذا الاخ هذا اولا شفاه الله كيتوضا لكل صلاه ثم يضع حفاضه او يضع شي حاجه ثوبا لما يدخل في الصلاه وخا ينزل منه اي شيء. المهم قبل من الصلاه خصو يكون مبدل، خصو يكون موطي ويكون مبدل الكوشه ديالو. نعم. يعني منظف. نعم. فإلى خرج منه شي حاجه اثناء الصلاه صلاته صحيحه. نعم، ما توقفش على الصلاه تقول مثلا انا يقطر مني، لا، هذاك الشيء فوق الطاقه ديالك. واش تقدر تحكم فيه؟ ما تقدرش. فوق الطاقه ديالك، ما محاشمش عليه. الصلاه ديالك صحيحه، لا تلتف اليه، ما تعاودش الصلاه ديالك ان شاء الله. نعم. الاخت ديالو كيقول هاد اختو من باه اللي تربات مع اولاده ودابا محطوطه في الحاله المدنيه، واش كتسالف هاد الورث ولا لا؟ لا، من ك ك كابنه ليست ابنه. الارث ما تاخذش الارث كابنه، انما كتاخذ كاخت. اذا لم يكن له فرع وارث من كنظر عنده اولاد وليدات، اذا عنده ولد عنده اولاد يعني يحجبونها، لا ترث شيئا منه، ما تاخذ منه والو، لان عنده خصوصا عنده ذكور. ماشي صحاح دابا هذا الامر، حيد من الحاله المدنيه. لا، راه خصو يشوف هذا الامر، هذا خصو يدارك محد حي يشوف على اساس انه باش، لان الحق الفرائض باهلها. السيده هذه ليست وارثه، ليست ابنته، وليست هي اخته. تستحق هو الارث، تستحقه من ابيها، من ابيها اللي هو يقدر، هو لانه ربها بحال بنته، يقدر يعطيها شي حاجه في الحياه ديالو. هذا اللي غادي ليه، انا راه جاي لهذا. اذا بعد هذه السيده هذه ما تورث منه والو، هو يعني هذا الشيء الارث شرعا. لكن الا بغى يخصها بشي حاجه، يعني ك مثلا اقل من ثلث، من ثلث التركه ديالو مثلا، شي حاجه ديال مثلا تساوي الدار هذه، يعطيها الثلث ديال ديك الدار، لا حرج في ذلك، غير ما يكونش فوق الثلث. الثلث والثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم، يعطيها من 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 شيء، من شيء مثلا بقعه ارضيه لا تساوي يعني فوق يعني اكثر من الثلثين اللي عنده في التركه ديالو. علاش اصلا؟ لان لا ترث. والشخص مثلا ما اذا بغينا نعطيه لشي حد مثلا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نخصه بالثلث، الثلث فقط، والثلث كثير. دابا نعطيو غير ثلث. لا، لانك باش ما تحرمش الاخرين الورثه. نعم. الاخرين تحرمهم من. نعم. الحق ديالهم الشرعي، هذا راه بزاف. نعم نعم، انت فاذا نعطيها شي حاجه ولكن ما يكونش يوصل. طيب. الارث ديال. نعم. نقولوا الحق اللي غتعطي لدوك اللي غيورثوا بالشرع عندك. نعم. الولاد. السؤال الاخير عن هذيك الرضاعه اللي هي ماشي رضاعه. هذه ليست رضاعه. طيب ما كيتحسبش ولدها. ما تتحسب لا رضاعه، ما شد التا ديالك الى كيلعب به. صافي، ماشي مشكل. فهل رضاع؟ هل حس بحليب؟ هل الطفل هذا ما بدك الحليب اللي عنده رضع؟ ما رضع والو، اذا لا يسمى رضاعه، وليس ابنها، وليس. نعم. ابنه ولا شيء من. نعم. هذا القبيل. نعم، شكرا لك فضيله الاستاذ داعي والشيخ الاستاذ عبد الرحمن. شكرا لكم على حسن المتابعه. غدا موعد جديد دائما في الثانيه زوالا في شدا اف ام وشدا تي في مع فضيله الاستاذ داعي والشيخ الاستاذ عبد الرحمن السكاش. كنتمنى لكم برامج ممتعه على شدا تي في، وما تنساوش انه جميع حلقاتنا يمكن لكم انكم ترجعوا وتلقاوها على اليوتيوب على القناه ديالنا ديال شدا تي في، كما جميع برامج ديال شدا تي في تلقاوها في نفس الموقع اللي هو اليوتيوب ولا القناه ديال شدا تي في. كنخلي لكم الراحه والسلام عليكم. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم اعتق رقابنا من النار، ومن علينا بالغفران يا رحيم يا رحمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم شاف مرضى المسلمين، اللهم سكن أوجاع المرضى، اللهم سكن آلامهم،
المرضى وأنزل عليهم الشفاء والدواء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.